مرحبا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كتير مناح. جات لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم زي ما شفتوا بالعنوان، تسوقوا معي لعيد الفطر 2023. راح أخذكم معي جولة هيك بالمحلات العادية اللي كل الناس بتشتري منها، والبرينتس الصغيرة هيك، يعني برينتس بسيطة اللي بتكون شويتين أغلى من المحلات العادية. ورح نتفتل مع بعض إذا قدرت إني أصور لكم. فأول إشي حطوا لايك فيديو، اشتركوا بالقناة وشجعوني مشان انزل اكثر زي ما حكيت لكم انا بالبدايه. ويلا خلونا.
عاد رح اروح للبرنس كمان مره ثانيه نفس المحلات بس رح اشوف شغلات ثانيه. ويلا بينا. لقيت صار الساعه 4 لازم سريع سريع اروح لصاحبتي، طريق كتير بعيد ورح نروح مشي. رح نروح مشي. يلا باي. هدول ما بعرف اذا حلوين ولا لا. هديك المرة قست هاي، بس هاي المرة قست هدول كمان ومعهم البلتات. يلا والله بقى لهم نص ساعة رح يسكروا ولا يستكملوا بست شي. لين اعمل لكم ترانزيشن. بست هاي البلوزة صراحة ما حبتها، كتير كتير طويلة وكتير كبيرة علي، وصراحة حبيت الكشكشة بس مش طالع حلو علي فما رح جيبها. yeah that's it. خليني أقيس هاي وأشوف. صراحة هاي كمان ما حبيتها، ما رح جيبها. آخر أمل عندي في هاي هذا القميص، إن شاء الله يزبط. رغم إني قسته قبل ما بعرف إذا حبيته ولا لا. اللون مش هو فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوه. عملت معاكم جولة في بعض المحلات. صراحة اول مرة بصور خارج البيت بس كتير فرحانة، نسيت اني اصور لكم الاخر الفيديو، بس المهم هيني بحكي معاكم. بحب احكي لكم انه ترقبوا كتير فيديوهات حلوة للعيد. رح تشوفوا كل الشغلات اللي جبتها كيف رح نسقها. رح يكون فيديو كتير حلو باذن الله، فعملوا سبسكرايب ولايك وعملوا لي كومنت، احكوا لي جبتوا ملابس العيد ولا ما جبتوا. وبس بحبكم.